ورحب بالستات والرجالة وكل اللي بيشوفونا النهاردة على شاشة ام بي سي مصر. الحقيقة الشعب المصري طول عمره شعب أكيل، وعلاقتنا بالأكل علاقة خاصة جدا، كلها مشاعر، كلها ذكريات وروايح بترجعنا لكل يوم حلو عشناه، وتفكرنا كمان بسفرة الحبايب سواء في فرح أو حزن أو أي مناسبة. والحقيقة أن علاقة الحب بين المصريين والأكل لها تاريخ طويل جدا، اتحفرت واترسمت على جدران كل معبد وكل أثر، وكل ما بندور بنلاقي أدلة وشواهد بتأكد أن المطبخ المصري مبدع مختلف ومتنوع من أول ما بدأت الحضارة المصرية. عشان كده النهاردة قررنا ندخل بقى المطبخ الفرعوني أو مطبخ قدماء المصريين ونعيش جوه حكاياته وروايحه ونباتاته ووصفاته المميزة ومكوناته. وهكون ضيفتنا اللي منورانا النهاردة في استوديو أعلم بالستات عالمة الآثار والمتخصصة في النباتات الأثرية وتاريخ المطبخ الفرعوني الدكتورة منة طلة الدري، اللي بنرحب بيها منورانا ومشرفانا دكتور منة طلة. شيف حسن وأنا مبسوطين جدا بوجود حضرتك معنا النهاردة. ميرسي جدا لاستضافتكم. ميرسي يا شيف، فرصة سعيدة أن أنا أكون معاكم. منورانا جدا ومنورة أهلا بستات في شاشة ام بي سي مصرية. عايزة أسأل حضرتك في البداية، إيه رأيك في موضوع أسبوعنا النهاردة؟ موضوع كل الأسبوع بنتكلم عن حاجات تخص حضارة قدماء المصريين. أكيد حاجة حلوة، لأن كل الناس بتبقى مهتمة وعندها فضول عن مصر القديمة، بس مش كل الناس بيبقى قادرة تلاقي المعلومات، ومفروض ده جزء من هويتنا وجزء من حضارتنا، فلازم نتكلم عنه أكتر. جزرنا. أيوة بالظبط، فلازم نتكلم عنه، فشيء جميل ان انتم مكرسين الاسبوع للموضوع. احنا اول يوم يا دكتور اتكلمنا على اصل الاختراعات، وامبارح على اصل الكلام اللي موجود معانا لحد دلوقتي، والنهارده اصل الاكل. عايز اسالك سؤال بقى، احنا نوصف كل حاجه الحمد لله، ده بشهاده طبعا المتخصصين زي حضرتك يا دكتور. سؤالنا بيقول يا دكتور، هل فعلا الست البصريه بتقدر تدبر امورها من الايام الفراعنه لحد دلوقتي حسب امكانياتها؟ انا ما عنديش دليل، انما ميزانية. هقول اكيد الست المصريه كانت بتعرف تدبر امورها بدون شك، ما عندناش أدلة بتحكي عن الموضوع ده، ولكن أكيد مش دايما بيبقى فيه كل الإمكانيات موجودة، والست اللي بتجهز الأكل أكيد لازم تظبط حالها على حسب الإمكانيات. تخصص حضرتك في النباتات الأثرية، يعني إيه متخصصة في النباتات الأثرية وليه اخترتي بالتحديد هذا التخصص؟ التخصص نادر، وأنا لما كنت بدرس أثار كذا حد نصحني إن أنا لاقي لنفسي تخصص يميزني يساعدني إن أنا أقدر أشتغل وأقدر أعمل حاجة مختلفة، فبالتالي التخصص بتاع النباتات الأثرية هو اللي لقاني، مش أنا اللي لقيته دايما كده. هو اللي لقاني بالصدفة وبدأت أشتغل. إزاي لقيكي؟ كان كذا حد قال لي طب ما تدرسي نباتات، لو أنت عايزة تدرسي حاجة مختلفة درسي نباتات، وبالصدفة قابلت حد شجعني احتضنتني وأخدتني معها مواقع أثرية وعلمتني، ولقيت ناس كتيرة تحمست إن أنا حابة التخصص ده. هو تخصص مهم جداً، لأن تخيلي كده لو أنت واقفة في المطبخ أو الشيف بيجهز حاجة، مثلاً بتعمل سلطة، هتقطع الطماطم، ممكن تشيل بذرة الطماطم، هتقشر الخيار، هتقطع بصل، أصل الحياة. أنا بقى لو جيت بصيت على المخلفات اللي أنت هتسيبها بعد ما تطبخ، هلاقي بذرة طماطم، هلاقي قشر الخيار، حتت بصل، هعرف دورته إيه بقى؟ كنت هعرف انت كنت بتجهز ايه. فهي دي نفس فكرة النباتات الأثرية، انا ببص على المخلفات اللي الناس سابتها، ومن خلالها مش بس بقدر اشوف كانوا بياكلوا ايه وبيطبخوا ايه، بس كانت الزراعة عاملة ازاي، كانوا بيجيبوا النباتات منين، التجارة كانت عاملة ازاي، البيئة، العلف بتاع الحيوان، كل حاجة، لان النباتات كان بيدخل في كل الصناعات وكل الجوانب بتاعة الحياة. يعني حضرتك بتنزلي المواقع الأثرية تعملي ايه بقى بالظبط كده، اشرحي لنا. في أي موقع أثري بيبقى عندنا خطة للشغل، وإحنا بنعمل حفاير، الأثري اللي قاعد شغال بيحفر بيشيل لي العينات، بيجيب لي التربة وأنا باخدها بغربلها وبلاقي فيها أجزاء صغيرة من البذور. غالبا هي دي الحاجات اللي بتتبقى، الحاجات القوية، فبشوف البذر بتاع النباتات اللي كانت موجودة. اكتشفتي إيه يا دكتور منى؟ أنا بشتغل في عصور مختلفة مش بس في مصر القديمة، فبلاقي في كل عصر حاجات مختلفة غير متوقعة. فمن حوالي 1000 سنة من العصور الوسطى اللي احنا بنسميها العصور الوسطى، لقيت فول نابت.
حلو. مش من مصر القديمه يعني، مش من مصر القديمه. ده تصحيح لمعلومه. هو مش من مصر القديمه، هو من العصور الوسطى، من قبل، من العصر اليوناني الروماني بدا الفول يظهر في مصر. يعني اليوناني، العصر اليوناني، العصر اليوناني الروماني مش الفراعنه. لا، ما كانش في مصر الفراعنه. ما كانش في مصر الفرعونيه فول خالص للاسف. ما كانش في فول. امال لقيتي ايه عندهم؟ لقيت عندهم قمح، شعير، ثمار مختلفة زي العنب، البلح كتير جدا، التين والجميز. حضرتك كنت لسه بتتكلم على الجميز. ولقينا خبيزة رجلة، ففي نباتات كتير. حب العزيز، سألت الشيف حسن عنها، كان عندهم عند القدماء المصريين بكثرة. كان في حب العزيز. حب العزيز فرعوني. وكان موجود كمان من ما قبل التاريخ، موجود حب العزيز، وكانوا كتير بيدفنوه في القرابين في المقابر. يعني مع امواتهم. كان دايما في حب العزيز. العدس الاسود، العدس بجبه، هو العدس بجبه والعدس الاصفر دول نفس الحاجه، موجودين في مصر القديمه بكثره في كل المواقع الاثريه. العدس خاصه، العدس موجود في كل المواقع الاثريه بكثره. يعني اكثر حاجه نقدر نقول العدس والقمح والشعير، دول اكتر حاجه كانوا موجودين عند قدماء المصريين. من ناحيه النباتات الاثريه. بس في اكلات تانية او خضار تاني، مثلا القته كانت موجوده في مصر القديمه. ده القته دي اختفت دلوقتي خالص. ده كانت تكون نادره، موجوده على المناظر بتاعه المقابر، مرسومه حلو جدا. فكان في قته وخس وبصل اخضر وتوم. البصل الاخضر انا عارف. التوم طبعا عارف. والتوم. وقعتي في حب المطبخ المصري ولا بس النباتات الاثريه يا دكتور؟ لا، وقعت في حب المطبخ المصري الحقيقه. وانا بعمل الدكتوراه بتاعتي بدات ادخل اكتر، اتعمق في النباتات الاثريه والزراعه والاكل، ودايما لقيت الاكل بيشدني اكتر، لان الاكل مش مجرد الغذاء بتاعنا. الاكل بيلعب دور في المجتمع، في ثقافتنا، في عاداتنا، في الديانه، في السياسه، في الاقتصاد. فلقيت ان الاكل بيدخلنا في قصص كتيره قوي، فحبيت ان انا اشتغل اكتر عن الاكل المصري اكتر من الزراعه. سؤال يا دكتور، الشعب المصري اكيل من زمان؟ أكيد. ولا في عصور معينة؟ لا، أكيد أكيل على طول من يومه. شهادة ليك يا بوس. شهادة. أنا مش شهادة. أنا كده مصرية أصيلة. أصيلة فرعونية أصيلة. وأفتخر أفتخر. لقيتي كده يا دكتور؟ أكيد. طيب، يعني إزاي قدرنا نعرف معلومات عن العصر الفرعوني؟ عن المطبخ الفرعوني. غير النباتات الأثرية عندنا أدلة كتيرة، عندنا عظم بتاع الحيوانات اللي كانت اتذبحت، وعندنا حتى مطرح ما ذبحوا الحيوان السطور بيسيب علامات على العظم، فبنعرف هو كان عايز أنهي قطعة بالظبط. ساعات بنلاقي طبعا الأواني الفخارية اللي كانوا بيطبخوا فيها، وساعات بنقدر نعمل عليها تحاليل كيميائية ونعرف المحتويات بتاعتها، غير طبعا المناظر اللي بنلاقيها في المقابر، غير المناظر اللي على المعابد، غير النصوص. ففي الأدلة دي كلها كده لما بنلمها مع بعض بنقدر نكتب قصة عن المطبخ المصري. طب كان شكل إيه بيت المصريين القدماء، وكان المطبخ عامل إزاي؟ ما كانش في مطبخ بالمفهوم الحديث اللي عندنا النهاردة في بيوتنا، ولكن هو كان غالبا أقرب للبيوت الفلاحي التقليدية من 20-30 سنة بالظبط. ان هو كان غالبا الناس بتقعد مثلا في الحوش، تقعد توضب الاكل، تجهز، تقطع، ويبقى في اوضه مخصصه للفرن والكانون، او ده ممكن حتى الفرن او الكانون يبقوا موجودين في الحوش. فما كانش في مكان محدد ده المطبخ، ده النشاط اللي بيحصل في المكان ده، لا، كان بيبقى الفرن والكانون ومكان مساحه بيقدروا يطبخوا فيها. البيوت بتاعتنا القديمه انا حضرتها مع ست من ابويا وست من امي، الفرن والكانون في اوضتهم لوحدها، ويوم الخميس مرتين في الاسبوع بيخبزوا وبيسووا الاكل مع بعض. وانا اعتقد ان احنا في مصر القديمه غالبا كان نفس النمط، قريب قوي من العالم الريفي بتاعنا. كان في ادوات طبخ نفسها لقيتوها؟ ادوات طبخ مش قوي، غير السكاكين او السواطير اللي معموله من الاحجار بالحجر. من الزران، وبتبقى متشكله، فبتبقى شكلها لذيذ قوي، شكلها سطور بجد. ما عندناش ادوات قوي من مصر القديمه ليها علاقه بالاكل. طب كان في اختلاف بين الطبقات، يعني الطبقه الغنيه والطبقه الاقل غنى او الفقيره شويه، اللي بياكلوا بروتين لحمه واللي ما بياكلوش؟ اكيد هو ده الاختلاف الرئيسي، ان الطبقه المستريحه هيبقى عندها اللحوم بتتاكل اكتر، البروتين الحيواني، وعندهم النبيت لان ده كان حاجه قيمه جدا.
عامة الشعب ما بياكلوهاش غير في المناسبات أو في الأعياد. وعندنا في المدينة بتاعة العمال اللي بنوا الأهرامات عندنا منطقتين سكنيتين. أيوة. في المنطقة اللي فيها العمال العاديين وفيها المشرفين بتوعهم. فالأدلة الحيوانية والنباتية بتورينا إن العمال البسطاء كانوا بيأكلوا حاجات قليلة، حتت لحم فيها شغط كتير ما فيهاش لحم كتير، والمشرفين كان عندهم حتت لحم أكتر، أسماك أكتر، نباتات متعددة أكتر، ففي اختلافات ما بين الطبقات. طيب تقديم القرابين دي من أشهر المشاهد اللي احنا عارفينها من أيام الفراعنة. القرابين دي عبارة عن إيه يا دكتور، وليه دايماً ارتبطت بالأكل؟ علشان المصري القديم أكيل وعايز يأكل، بس هي المناظر دي كانت دايماً موجودة في المقابر، والمصري القديم كان عنده شغف بالحياة وعايز يضمن إن هو في العالم الآخر في البعث آخر يعيش زي ما هو كان عايش هنا وأحسن نفس المستوى، فكان عايز يبقى واخد كل حاجته معاه في المقبرة. فمن الحاجات المهمة قوي طبعاً كانت الأكل، وكان بيتقدم للمتوفي كل ما لذ وطاب من الأكل اللي هو بيحبه أو اللي أهله بيحبوه، منها الثمار، التين وجميز، عنب، رمان، البصل، الأسماك، البط أو الوز. فكان كل حاجة هم حابين يأكلوها بيصوروها في المقبرة علشان تبقى رمزية إنها تيجي وتبقى متاحة بالنسبة لهم في العالم الآخر. نعم دكتور، عايز أسأل حضرتك سؤال، يعني إيه طعام الدنيا وإيه طعام الآخرة؟ الفرق بينهم؟ اعتقد ان بالنسبه للمصري القديم هو كان عايز ياكل كل حاجه حلوه، فلو كان متاحه بالنسبه له في الحياه تمام، انما لو مش متاحه هيبقى عايز يضمن ان هو ياكلها في الاخره. فمثلا ممكن لو حد مش مقتدر هيبقى عايز في الاخره ياكل لحمه، فهيصور مناظر للحمه او هيبقى واخد معاه قرابين من اللحمه، فاللي انا عايز اخده واكله في الآخرة هوفره في المقبرة. بالظبط. ده كده فرعوني ولا مش فرعوني؟ وكان معلش انا اسفه يا شيف، كان على حسب اختلاف الطبقات كمان، يعني اكيد مقبرة كذا غير مقبرة كذا. اكيد طبعا كل واحد ومقدرته. وفي مقابر كان من غير رسومات وبسيطة جدا ودفنات بسيطة، وفي مقابر طبعا على مستوى المصري القديم كان عنده مخبوزات مختلفة، منها حاجات صغيرة معمولة نتوقع اكيد من الدقيق، سواء دقيق القمح او دقيق الشعير. وكان في كلمة قريبة من كلمة كعك بتطلق على الحلويات، أو مش هقول حلويات بس على القرص الصغيرة دي. أيوة. فأنا أعتقد أن ده يمكن هو أصل الكعك. إيه الكلمة تعرفيها دكتور؟ عكك. عك عكل؟ عكك. عكك قريبة من كعك. عكك قلبناها بس. طيب العيش كان له اهتمام يعني مختلف عند المصري القديم، شفتي إيه أنواع العيش اللي كانت عندهم وإيه اللي لسه موجود معانا لحد النهاردة؟ كان في انواع مخبوزات وعيش مختلفه، وعندنا قوائم من القرابين اللي متسجله بتقول تقريبا 70 نوع مختلف او يمكن اكتر. فكان في انواع مختلفه، مش دايما بنبقى عارفين بالظبط هو كان الاسم ده كان شكله عامل ازاي، كان عيش رفيع، عيش بالبابه، عيش منفوش عامل ازاي. ولكن انا اعتقد من الحاجات اللي احنا الى حد كبير ضامنين ان المصري القديم كان بياكلها هو العيش الشمسي. شمس. لان عندنا تصاوير في بعض المقابر شبه العيش الشمسي قوي. اللي هو مقارب لايه النهارده للي مش عارفين؟ العيش الشمسي بيبقى موجود في الصعيد وبيبقى عيش منفوش كده. وبيبقى فيه لبابه كتير وبيبقى حلو قوي. حلو قوي، جميل. الزيوت النباتيه يا دكتور منه طلع، حضرتك متخصصه في النباتات الاثريه، كانوا بيستخرجوا منها زيوت نباتيه وكانوا بيستخدموها ولا ما فيش ادله؟ غالبا كان زيت الكتان. وعندنا ادله كتير قوي لاستخدام زيت الكتان في استخدامات غير الاكل، واتوقع ان هو اكيد كان بيستخدم برضو في الاكل، ولكن ما كانش فيه اليه، ما كانوش بيقلوا زيت نبات. واحد يشيل نوع زيت نبات، كان في انواع زيوت ما كانوش بيقلوا. في انواع زيوت كتيره كانت بتستخدم في الطقوس، انما الحاجه اللي غالبا كانت بتستخدم في الاكل هو زيت الكتان. اعتقد ان زيت الكتان العلم اثبت ان هو من اصح الزيوت اللي للطبخ بيها. اتوقع ان هو حاجه كويسه. وكان اكيد في برضو دهن حيوان بيطبخوا بدهن الحيوان. كان بيستخدموه في ايه كمان؟ حضرتك بتقولي الزيوت ما كانتش في الطبخ بس. الزيوت كانت بتستخدم في القرابين، في الطقوس، في التحنيط، في مستحضرات التجميل. فالزيوت كانت بتدخل في حاجات مختلفة. والشعل كانوا بيقعدوا ده بالزيوت؟ والشعل بالظبط. أو كانوا بيستخدموا دهن الحيوانات في الشعل ساعات. اتفضل يا شيخ. أشهر أطباء اللحوم في البعث بنشوف على الجدران في الصور بط ووز
ولحوم واسماك، هي اشهر اطباق عندهم من اطباق اللحوم عندهم. ما نعرفش بالظبط كانوا بيطبخوهم ازاي، احنا عارفين كان عندهم بط، وز، اسماك، لحم بقري. كانوا هل كان فعلا بيجففوا اللحمه؟ غالبا كانوا بيجففوا اللحمه، لان عندنا مناظر كتيره قوي فيها لحمه متعلقه كده شكلها انها متجففه، وعندنا في المقابر طبعا لحم كتير متجفف ولحم متملح. هل كان في ارتباط برضو بينهم بالمصري القديم والمأكولات البحريه او الاسماك؟ وهل الفسيخ فعلا اصله مصري قديم؟ اكيد كان الاسماك خاصه النيليه متاحه بكميه كبيره قوي، وبنلاقيها حتى في المواقع الاثريه كتير قوي وبنلاقيها في المقابر. بالنسبة للفسيخ، أنا شغلي كله بيعتمد على أدلة، فأنا ما عنديش أدلة إن المصري القديم كان بيعمل فسيخ، ولكن ده مش معناه هنا ولا هنا؟ ما لقيتش فسيخة هنا ولا هنا بس ده مش معناه إن هو ما كانش بياكل فسيخ. ما هي لو السمكة موجودة على الجدران هتعرف منين إنها سمكة عادية ولا فسيخة؟ بالظبط. فريش صح ولا مملحة؟ بالظبط. ومملحة ولا متفسخة؟ لأن ده حاجة وده حاجة. إيه المتملح والمتفسخ إزاي؟ إيه الفرق بينهم؟ الملح بس بتملح السمكه، المتفسخه بيبقى لها بقى طريقه انها بتضغط وليها ضغط. طريقه تانية. فاعتقد مش عارفه الحقيقه كان بياكل فسيخ المصري القديم ولا لا، بس مفيش ادله. بس كان في علاقه قويه بالاسماك. اكيد الاسماك يعني النيليه كانت مهمه قوي. عندنا اي ادله بنقدر نحدد منها كان اعتماده اكتر على الاسماك ولا على اللحوم ولا على الدواجن ولا بناء على البقايا بتاعه العظم؟ اعتقد ممكن نقول بثقه كبيره ان هو كان بيعتمد على الاسماك النيليه وعلى الخنزير كالبروتين الحيواني الاساسي بالنسبه له. دكتور منات الله استاذن حضرتك، مشاهدينا استاذنكم ونطلع فاصل صغير جدا ونرجع نكمل معاكم باقي كلامنا مع ضيفتنا اللي منورانا دكتور منات الله.